أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ناس نسمة. نتمنى أن العيد تعدى لكم لباس على جميع المستويات، رغم الأخبار اللي مش باهية برشا اللي جايتنا من الأراضي المقدسة بخصوص القائمة بتاع ضحايا التوانسة اللي باش نشوفوا آخر معطياتها في نشرة الأخبار وفي الجزء الثاني من ناس نسمة. إن شاء الله في مراسلة إذا كان نجمنا نتحصلوا عليها، خاصة أن المكالمات الهاتفية مع مكة والمدينة ومع جدة نوعا ما فيها برشا صعوبة. الناس نسمة في جزء الأولاني باش تسلط الضوء على مشكلة بشكل تحديث نتاع الساحة الحقوقية والإعلام، ولو شوية في العيد ما كانت لهاش نفس الصدى في التلفاز والإذاعات كيما على المواقع الإلكترونية. مشكلة الشاب في مدينة سوسة اللي تم إحالته على القضاء بتهمة اللواط بعد ما تعدى على الطب الشرعي، الشيء اللي فجر موجة تاع غضب واستياء في الأوساط الحقوقية تجاه برشا حاجات، منها أخلاقيات ممارسة مهنة الطب خاصة في جانب الطب الشرعي، إضافة لمشكلة مشكلات المتجدد، النقاش المتجدد الدائم بخصوص اللواط والمثلية الجنسية، خلينا نقول المثلية الجنسية وموقف المجتمع والقانون منها. اليوم السيد وزير العدل قال باش يعمل كل ما في وسعه من اجل الغاء القانون 230 من المجله الجزائيه اللي يجرم لاكت بتاع اللواط، لكن من ضفه الاخرى ما نساوش فما ارث كبير نتاع عادات تقاليد، فما راي الدين في الجانب اللي يخلي المساله يحيط بها الكثير من الحساسيه. باش نسلطوا الضوء على تفاصيل هذه القضيه مع ضيوفي اليوم، كل من الدكتور منصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شرنيكول. مرحبا بك دكتور. الدكتوره زاده يمينة ثابت، خاطر هي دكتوره زاده، الدكتوره يمينة ثابت رئيس الجمعيه التونسيه لمسانده الاقليات، وظهر لي حتى الدكتور منصف كان مشرف عليك هكا قالوا لي قبل النوم. اي مرحبا مرحبا ليمينة. في انتظار قدوم سي فوزي الشرفي القيادي في حزب المسار، وعلاش حزب المسار؟ تقريبا الحزب الاولاني التحق به من بعد القطب سكي الباري، ولكن الاولاني اللي كان سباق وتقدم كحزب سياسي اللي عمل بيان يندد بالشيء اللي تعرض له الشاب هذايا من سوسه. خليفه بن سالم كيف مرحبا بيك، ان شاء الله عيدك مبروك خليفه، عاد بالدار العيد قطعت المعدنوس كما قال لك بتاع منظمه الدفاع المستهلك نهار الوصاك ولا ما قطعتش؟ لاباس لاباس اللي بيه فايده. بو قبل ما ندخلوا احنا عندنا فقره جديده ان شاء الله باش ترافقنا على مدار السنه. الفقره هذه باش تكون قراءه في اهم ما كتب، في اهم ما قيل في الاذاعات، باهم ما تلفز كصوره تلفزيه في التلفزيونات سواء التونسيه أو الأجنبية، عربية كانت أو غير عربية، مواقع إنترنت، دي بلوغرش، كتبوش ما كتبوش، تعليق بخصوص قضايا، التعليق هذه بشي أمنها لنا الشاب اللطيف الظريف سي أمين المتراوي. مرحبا بك سي أمين. مرحبا بك سي بورين. التحقت بالعائلة سي أمين جديد أنت. جيت ظهر لي من برشا تجارب، من بين أهم تجاربك ظهر لي أمين كنت تبع فيه، كنت شاب متطرف تكتب في موقع نوات بالطبيعة بين قوسين، شاب متطرف، كل واحد كان في كذا، فرحان برشا بيك امين انك التحقت بالمجموعه فوالا، وان شاء الله بقدره ربي بالتوفيق، وانا عارفك انك باش تبدع. ها ان شاء الله امين. ايش عندنا في القراءه نحن؟ اي سيدي مرحبا بكم، مرحبا بضيوفنا سيدات المشاهدات والساده المشاهدين. نبداو جولتنا من مكه المكرمه بالتحديد. الفاجعه اللي صارت نهار 24 سبتمبر ورافقه العيد اثناء اداء مناسك الحج وبالتحديد رمي الجمرات، فما حادثة صارت اللي هي سببها تدافع أدت إلى وفاة ما يقارب 800 حاج وجرح العديد، أي يعني رقم مهول. نحاولوا نشوفوا الصور نتاع التدافع، كان التقطها أحد الحجيج الصور هذه. الداخلية السعودية سي برهان قالت أن الحادثة هذه صارت بسبب خطأ في التفويج، وقالت للحجاج الإيرانيين ما التزموش بالتعليمات ومشاو في مشعر بطريقة خلافية للسير العادي للحجاج، هذا اللي أدى لسبب الحادث. فما عديد من القراءات الأخرى والعديد من الأسباب حسب المواقع الإلكترونية العربية وغيرها، لكن خلينا نبعدوا على اللخت اللي صار وتحاليل دونكيشوتية هذه، وبمنطقة السلامة نحاولوا نلقاو مجموعة من الطرق اللي تخلي حجيجنا الميامين في مأمن سي برهان متدافع على مياتي في اثناء رمي الجمرات في مناسبات قادمه، معناتها في اثناء اداء مناسك الحج. حاولوا نشوفوا الطريقه الاولى.
الصورة هذه يا برهان برشا شكوا في مصداقيتها، اللي هي هذا أحد الحجيج قاعد يضرب في الشيطان بتريبوليت. أيوا تريبوليت، هذا في موسم السنة؟ لا لا، هذه هي صورة تركية برهان على ما يبدو، لكن احنا جوست قاعدين نلقاو في حلول. أي مين عاد أنت توا أنت خبير يعني في الصورة باش تأكد لي صورة تركية. لا لا، الصورة هذه على ما يبدو تركية، أما هو حل من الحلول معناتها باش نيفيتيو أنه يصير التدافع، وكان اليوم من بعيد بالتريبوليت. معقول. فما حل آخر ويتمثل في أنك تتكلم وتريزيرفي كاري في أي بي وتدخل ترمي جمالاتك على روحك ويا ناس مكان بيس، خلينا نشوفوا الفيديو. هذه مش تركي، هذه صحيحة؟ هذه صحيحة مش تركي. هذه بتاع سمو ظهر لي ولا حد؟ سمو درشكون هو اللي تخلي يرمي في الجمرات فيه. هي الدولة التونسية مال عليها برشا توفير كراهب مال الواحد. فوالا وهكا بي اي بي بتاع معناتها اوني فيت التدافع والحوادث الأليمة اللي كيما هكا. باهي نمشيو لتويتر. تويتر رئيس حزب غد الثورة المصري أيمن نور كتب أنه رئيسنا السابق المنصف المرزوقي باش يكون عنده برنامج تلفزي أسبوعي على قناة الشرق المصرية بعنوان الموجة الثانية. مش يحكي فيه على رؤيته للربيع العربي، وهكا بعد تجربة الزميل منصف المرزوقي في الجزيرة دوت نت نتمنى له حظ سعيد في قناة الشرق. هذه الامبري ميكرون بتاع التويت اللي كان كتبه رئيس حزب غد الثورة المصري أيمن نور. وربي يستر السيد الرئيس السابق الصحفي الحالي من الأمواج المتلاطمة بتاع الصحافة بعد ما جرب أمواج السياسة. إن شاء الله تكون مسيرة حافلة وتضيف المشهد الإعلامي التونسي كيما لطيف العرفاوي وساندي وفريال الجراجة وغيرهم. لا عاد لا ما فيش تو كيفاه تو الرئيس حط فيه بين ساندي زميلنا سي بوريان. لا كل عجب لا صبري ولا كذا حاجه وتجربه زميل في الميدان في الواحد واضح هذا رايك زميل في الميدان الاعلامي كان عرفتها بشوية دراني هذه شطبت عليها راهي تعديت على الرقابه انا ما نحبش الرؤساء وانت تعرف ذلك جيدا تفضل هاني جايك حتى انا هاني جايك ايوه نقعدوا مع الاعلام والاعلاميين ومع سي بوريان مسيس بالتحديد نحكيوا على قناتنا اللي عرفت حوار مع السيد رئيس البيجي قائد السبسي. سي بوريان مسيس يبدو انه مازال مش مستانس برشا بسي البيجي كرئيس جمهوريه، تخل بعضه ما بين السيد الرئيس سي البيجي، نشوفوا الفيديو. سيد رئيس. ثبت لنا روحك سي بوريان سي البيجي ولا سيد الرئيس، حسيتك لقيت لنا فورمولا جديده تجمع ما بيناتهم الزوز. نسيبوك انت شويه نمشيو للزملاء الاعلاميين كما ناجي الزعيري في اذاعه موزايك. يبدو انه هو زاد مازال ما استنش بالسيد البيجي قائد سبسي كرئيس الجمهوريه وما عجبتوش، قال كيفاش يتم استقبال البيجي قائد سبسي على تابي روج، فهل لك اقوال اخرى سي بوريان مسيس؟ خاطر نتخيل انا اليوم ولد العائله في لا لا انا ما يهمنيش اللي قاله سي ناجي الزهيري هذاك حقه هو حريه راي، اما في علاقه بيا ستحاسب راهو من المتراوي انك تحاول بدون ما نعرفها راي. انا حاولت نلقى لك حل، قلت المره الجايه في صوره ما نصدعوا سي البيجي نبعث له تاكسي كونتور، هكاك الزملاء الاعلاميين ما يتغشوش علينا كي نعملوا تابي روج للسيد الرئيس. هذا ممكن. نحكي زاده في نفس السياق على الحوار اللي كان مع السيد رئيس البيجي قائد السبسي. هجر العجرودي نشرت على موقع سياقات مقال بعنوان بي سي او بويز دو باسي بور غوفرني لا دوزيام ريبوبليك، اي بما معناه انه البيجي قائد السبسي قاعد ينهل من الماضي في حكمه الجمهوريه الثانيه. وقالت انه الخطاب ذكرنا بخطاب بورقيبه، فبحيث البيجي قائد السبسي هو زاده قاعد يقوم بدور الاب اللي كان يقوم به بورقيبه على الامه التونسيه. ولمت شوية الخطاب اللي توجه للمعارضة وقالت فيه أنه الخطاب هذا كأنه بكون أنه السيد البيجي قال المعارضة لا تفقه في القانون الدستوري وتريد أن تحتكم إلى قانون الشارع. قالت الخطاب هذا يذكرنا بالخطاب اللي استعمله بن علي واستعملته الترويكا وجاء الوقت باش نتجاوزوه، هذا حسب أقوال الصحفية كاتبة المقال. به نمشيو الجيران كما تعرف ربي سبحانه وتعالى وسع جار، نحكيو على انطلاقة برنامج لمن يجرى فقط للزميل سمير الويفي اللي كان فوزي اللومي أحد ضيوفه في البرنامج ضيفه الرئيسي بلوتو. خلينا نسمع مع بعضنا شنو قال فوزي اللومي. السبب الأراء مغالطة كاملة، ثم شكون طلب منهم شكون هذا كوموندي هذيك الاستفتاء طلب منهم أطراف أجنبية أطراف أجنبية أطراف أجنبية اللي هي دعم أشخاص اللي موجودين في كل استفتاء اللي خلصوه يعني الاستفتاء دعم تحب تقول هي شيء واحدة ألمانية أطراف ألمانية عندك حتى واحدة ألمانية أطراف ألمانية دعم في سي محسن مرزوق. هذا الكلام اللي قاله سي فوزي اللومي في لمن يجرى فقط. محسن مرزوق اللي كتبت عليه جوهره اف ام اذاعه جوهره اف ام نقلا على حوار ادلى به للهافينغتون بوست عربي، كونه يقول سي محسن مرزوق كيف وكيف اي شخص اخر ينشط في الحقل السياسي من حقه باش يطمح لتولي رئاسه الجمهوريه. هذا الارتيكل والشيء هذا نجمعوه مع بعضه ونجموا نفهموا به الزربه نتاع سي محسن مرزوق على ممارسه رئاسه الجمهوريه عبر بوابه الامانه العامه لحزب نداء تونس. ونخليكم في الختام مع بعض من هذه المشاهد السريالية.
قناة متحمل راهو حتى مسؤولية في اللي قالوا سي يمين متراوي، راهو دخل حل علينا الباب، بالتالي باش الأمور تبدا واضحة، خاصة في الجزء الأخراني، خاصة في علاقة بخوه الأخ لأمين العام اللي أنا راني نخاف منه برشا كل ما يجبد لأمين العام، أمين المتراوي هو صاحب الأعمال، يا خليفة في بالنا بشيء هذا؟ والله لا واضح. يلا نشوفوا التقرير أمين، بارك الله فيك، غدوة كالعادة نلقاوك يوميا في نفس الموعد للكرونيك بتاعك، نشوفوا الفي تي آر بخصوص قضية الحال المتعلقة بالشاب بتاع سوسة، ونستقبلوا سي فوزي الشرفي مرحبا بها وتوا خلط، ونرجعوا للبلاتو باش نبداو في نقاشنا. الحكم بسنة سجن على طالب تونسي أصيل ولاية سوسة بسبب اتهامه بالمثلية الجنسية، وكان هذا إثر اعتقاله نهار 6 سبتمبر من الشهر الجاري واستشوابه في علاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجل في هاتف الضحية. وخلال التحقيق اعترف المتهم بإقامة علاقة جنسية مع الضحية منذ فترة طويلة. وللتأكد من الواقعة خضع الشاب للفحص الشرجي لدى مصالح الطب الشرعي، وهو ما استنكرته عديد الجهات ومنها حزب المسار اللي اعتبر الفحص اعتداء على كرامة الإنسان وحرمته الجسدية، وهو يتناقض مع الفصل 23 من الدستور اللي نص على أنه الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، وحتى الفصل 24 يأكد على أنه الدولة تحمي الحياة الخاصة. من جانبها حركة أطباء ضد الدكتاتورية أصدرت بيان نددت فيه بالإجراء وإدانته، خاصة أنه التشخيص الطبي يكون بموافقة المعني بالأمر وهو محصولش في الحادثة هذه، وللإشارة في أنه الفحص الشرجي يقوم به الطب الشرعي للتأكد من ممارسة المثلية الجنسية حسب ما ينص عليه الفصل 230 من المجلة الجزائرية. مرحبا بكم. قبل ما نبداو في النقاش بالطبيعه باش كان مفترض ان المحاميه الاستاذه فدوى ابراهيم محاميه الشاب المدان بتهمه المثليه الجنسيه تكون معنا، لكن للاسف سكر التليفون ونحاولوا نتصلوا بها ما نجمناش، كان المفترض تكون معنا لهنا في استوديو. معايا على الهاتف السيد وليد اللوغيني المكلف بالاعلام في وزاره الداخليه باش يعطينا تفاصيل الحكايه هذه، خاصه انه الامن تجبد في الموضوع. سي وليد مرحبا بك. مرحبا بك سي برهان، ومرحبا بكل ضيوفك وكل السادة المشاهدين. سي وليد أكيد تتابعوا مثلنا قامت القيامة على الحكاية هذه نسبيا بالطبيعة، بيانات منظمات حقوقية تعليق إعلامية كثيرة، لو كان تعطينا فكرة سي وليد ما توفر لديكم كوزارة الداخلية من معطيات ومعلومات بخصوص قضية الشاب هذا من سوسة. هو في الحقيقة على أثر جريمة قتل جدت يوم 5/9/2015 يعني 5 سبتمبر 2015، وبالأبحاث تم إحضار الشاب هذايا في يوم 6/9/2015 انطلاقا من الأرقام الهاتفية الأخيرة اللي اتصل بها اللي اتصلوا بالجاني بالمجني عليه، وفي سماعه قال أنا راهو عندي علاقة بالشخص هذا لكن العلاقة راهي في حدود ممارسة اللواط وأنا ما اقترفتش جريمة القتل. تم إعلامني بالعمومية بكل أمانة بالوقائع هذيا، النيابة العمومية طلبت إفراده بمحضر ثاني وهو محضر يتعلق بتعاطي اللواط السلبي، والشاب عبر أثناء سماعه أمام باحث البداية أنه مستعد لإجراء الفحص الطبي وتم إجراء تسخير لذلك وتم إجراء الفحص الطبي وتمت المعاينة وإلى آخره، وهذا طبعا بتعليمات من النيابة العمومية تم فتح هذا المحضر وتمت إحالته من قبل النيابة العمومية طبعا، وهذا الجزء هذا متعلق بالقضاء تبقى الفصل 230 من المجلة الجزائية. ونحن كوزارة الداخلية قمنا باحترام كل الإجراءات القانونية طبعا وكل المسائل اللي تتعلق بالحقوق الإجرائية للمتهم. سي وليد بربي باش نسألك سؤال دقيق، من شكون اللي هز المتهم للعرض على الطب الشرعي؟ هو طبعا مامور الضابطه العدليه هو اللي يقوم بذلك، يعني اذا كان هذا القانون وهذه التعليمات معناها تم تنفيذ التسخير الطبي وتم عرضه على الطب الشرعي، وهو طلب عرضه على الطب الشرعي في محضر سماعه، وهو اللي طلب عرضه وماضي في محضر سماعه وتم الاجراء وتمت. يعني شكون الهب بدقه، شكون الامن عرضه على الطب الشرعي ام القضاء بالضبط؟ وضح لنا. التسخير الطبي هو التسخير الطبي من المحكمة الابتدائية بسوسة، فهمت، تم عرضه على الطب الشرعي وبطبيعة مامور الضابط العدلي واللي باش يحملوا باش يتعرض على الطب الشرعي، يعني نحن احترمنا كل الإجراءات ولا داعي انه في كل مره معناها نحاولوا انه نزيحوا بالمسائل هذيا، اذا كان فما مساله خاطئه اكيد جدا وزاره الداخليه ستكون هي المتصديه الاولى لاي مساله خاطئه واي مساله مخالفه للقانون. واضح واضح سي وليد واضح، وللامانه الباقي مساله الحكم والحكم على الجريمه 230 والى اخره هذه مساله قضائيه من المستحسن الاتصال بالقضاء وسماع راي القضاء في هذا الامر. واضح سي وليد واضح سي وليد، شكرا على التوضيح وللامانه
خليفة يعني على مدار اليوم يعني فيه يعني تحرك كبير على مستوى وزارة الداخلية، السيد المتفقد العام سي توفيق بوعون، سي وليد سيد وزير الداخلية، يعني لمتابعة تفاصيل المسألة والمسؤولية إذا كان فما مسؤولية رجال الأمن. سي فوزي الشرفي القيادي في حزب المسار، مرحبا بك، تحقت بنا. يمينة كنت تسمع في توضيح وزارة الداخلية، وزارة الداخلية تقول لك أنا طبقت القانون، ليس لدي أي يعني مسؤولية في علاقة عرض الشاب هذايا على الفحص الطبي، خاصة أنه الأمور هذه بالذات قامت عليها القيامة. وقال الشاب هو اللي طلب باش يبرر نفسه من جريمة القتل ويثبت أن علاقته بالمجني عليه هي علاقة لواط، راهي مش علاقة بتاع قتلين ولا حاجة. ما فهمتش لا لوجيك أنا ديجا. فوالا تفضل يمين، اش عندك فكرة أنت؟ أنا اللي حبيت نفهم شنو علاقة بين علاقة شخصية ومعناتها ما قتلوش، ماذا كل ما ندخلوش خاطر هذه مش مولاية القضاء وخدمة وزارة الداخلية، هذا كل ما ندخلوش فيه. احنا نجم نقولوه هو أنه لافيغ من الأول وهذا نوثقوا فيها، لافيغ من الأول هي أفيغ نتاع قتل، عملية قتل، ما جريمة قتل اللي صارت فيها أون أونكيت اللي هي توتا في نورمال، لكن في أترافيغ دي إس إم إس رسائل قصيرة في التليفون نتاع الشخص، شكوا في انه مثلي جنسي اونتر غيمي، شكوا في انه هوموسيكسويل. سويت اكوا الى سومي ليكزامان، الى ايتي سومي ا سيت ايكزامان انال للفحص الشرجي مش يثبتوا اترافير سولا. سامحني يمين على المقاطعه، المعطيات مهمه لهنا، مش الباحث هو اللي شك بقدر ما تصريح الشاب، يبدو انه الشاب صرح قال انا راني ما قتلتو، انا وياه انا ما قتلتوش، بل شنو علاقتكم ببعضكم؟ قالوا احنا Je suis très prudente par rapport à ça. Je suis très prudente par rapport à ça. Je suis pas son avocate. Donc tout ce qui est en rapport avec les détails de l'affaire. Le fond. علاش قامت القيامة كساحة حقوقية وأنت من بين الجمعيات اللي أصدرت بيانات ونبذت وكذا؟ أنا تعرف بقدا اللي جمعية تسمى مساندة الأقليات مع إلغاء الفصل 230 من الكود بينال التونيزي من عام 2011. هذا أون إكليغ افيك سا. احنا ضد القانون هذا. اليوم اللي لاحظناه في القضية هذه أنه العباد لينا برشا تعاطف. حتى من عند العباد اللي قبل كنت يمكن تسكت، فما تعاطف حتى من عند حتى دي كومونتير سور لي سيت وكل شيء متعاطفين. علاش؟ على خاطر لارتيكل 230 دو كود بينال ولا عنده اسم ولا عنده عمر ولا عنده حياه وراه. اسمه مروان عمره 22 سنة وعنده حياة وعنده قرايه وعنده ريغولاسيون. وقتها عرفوا اللي تطبيق انسان تحطه في السجن وتحميه من حريته حاجه كبيره ياسر. حياتنا كان علاش؟ احنا ملي تعاود وجدت جمعية مسالة الأقلية ضد القانون هذا، حتى كنا شنو نقولوا؟ نقولوا مش تطبق القانون هذا شو يلزم؟ يلزم دي بروف. وخلينا نشوفوا كومون اون بو بروفي سا. يا اما قلنا تدخل على شخص اون فلاغرون ديلي. دونك يا اما تكسر باب دار وتدخل على عبد في الانتيميتي نتاعو. دونك تو فيول سي دغوا كونستيتيسيونيل اللي هي حقه في الحياة الشخصية، حقه في الانتيميتي. ومن ناحية أخرى ce genre d'examen اللي هو ان اكزامان كي ريست ابوزيف. راهو حكيت قبيله انت على تنحكيو من بعد، احنا اون ادريسي في الكوميونيكي نتاعنا ميساج للاوردر دي ميدسان، اون ادريسي والمجلس هبط بيان هاو قدام اكزاكتومون هبط بيان وكل شيء، احنا ما نشكوش في ذلك. لكن فما شكون يجاوبنا؟ ديما كيما قلت قبيله لي تراديسيون والمبادئ وكل شيء، هذاك لا شك في ذلك. اخلاقيات المجتمع، اخلاقيات المجتمع وغيره، هذا ما عنده حتى علاقه بالاخلاقيات. وحتى كي نحكيو على لي زارغيومون ريليجيو، احنا هون نذكر لو بوت تاع وجودنا هون، مالناش باش نناقشوا على المثليه الجنسيه طبعا. اللي هي حكايه، باش نناقشوا على القضيه هذه بالذات. في الميثاق الاسلامي العالمي للاخلاقيات الطبيه والصحيه. الميثاق؟ الميثاق الاسلامي العالمي. الاسلامي العالمي هذا الاخلاقيات الطبيه. اصدر على شكون؟ على المؤتمر الاسلامي ولا؟ فما فما لو كود ديونتولوجي، فما لو سيرمون ديبوكرات هذاك سي بارابور ا ليتيك ميديكال، وفما ميثاق اسلامي سا جو فيان دو ديكوفغيغ اللي هو فيما يخص اونتر لا ميديسين اي لا ريليجيون، اللي يقول اللي تو سكي توش عورة الشخص او تو سكي توش سون انتيميتي ما عندك الحق تمسه كان في اطار لو دياغنوستيك ولا لو تريتمون، كان في اطار لو بيان تشخيص، يا اما التشخيص يا اما العلاج. ويلزمك ديما تدافع على كرامه الانسان. الحاجه اللي نحبوا نركزوا عليها اخرى، هذاك نحبوا نحكيوا على الجانب هذا، لكن من جانب الحقوق ومن جانب كرامه الانسان وكرامه المواطن التونسي. نمشيو للكونستيتيوسيون التونيزيان، الارتيكل هذا حياة ديما عاودناها برشا مرات انه هو متنافي مع الكونستيتيوسيون التونيزيان، متنافي مع الحفاظ على حقوق الانسان وعلى الحفاظ على الانتيميتي نتاعو وعلى الفي بريفي. فما حاجه اخرى، الشاب اللي عمره 22 سنه اسوبي ان اكت دو تورتور، وهذا اللي قلناه في الكوميونيكي نتاعنا في عمليه الاختبار الطبي ليكزامان انال دون ان بوت دو بروفي اوتر دون ان بوت ثيرابوتيك بيان سور اي كونسيديري بار
la convention contre la torture اللي هي غاتيفي بار لا تونيزي كوم ان اكت دو تورتور. اليوم اللي قدامه لا هي قضيه مثليه جنسيه، لا هي قضيه حريات شخصيه، قضيه سي دو سي تور نقول لكم بو لاتاكي زاده، هذه قضيه تاع تورتور. ياك ان تونيزيان اليوم اللي عاش عمليه تورتور فيزيك اي مورال، واللي هذه اللي ندوا بها، هذا اللي ندوا به احنا اليوم. واضح واضح يمين سي فوزي. سي فوزي يعني خليني نقول لك بعض التعليق الموجوده على الساحه، يقول لك حزب المسار نقز على الحكايه هذيا باش يصنع منها حكايه في الوقت اللي قضايا المجتمع متعده، وهذا ديجا مش فقط باش يتقال على 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 بيانكم، باش يتقال حتى على البلاتو هذايا. البلاد يا اخي ناقصها هي قضايا البطاله الكذا، الواحد حزب المسار اليوم غاب على الساحه السياسيه، نقز رجع عبر بوابه قضيه الشاب هذايا، ماهيش مزايده هذه يقولوا لك؟ يظن لي ساعه نشكرك على الاستضافه هذه، وش نجموا نعبر على صوت المسار وصوت الدفاع على الحريات، على خاطر يظن لي اللي يعرف المسار ويعرف حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ما نجموش نقول الكلام هذايا، هذه مزايدات في الناس اللي تتكلم في حزب المسار. حزب المسار دام كما كان رائد في الدفاع على الحقوق والحريات، النواب نتاعو كانوا رواد على الدستور في المجلس الوطني التاسيسي، والمسار كان ديما بالمواقف نتاعو يعرفوا حزب نتاع مبادئ، حزب نتاع دفاع الحريات على الحقوق وعلى المبادئ نتاعنا. انا فخور كونه الشباب نتاعنا كان هو اللي يتحرك الاولاني من ناحيه مش على الاسبقيه في حد ذاتها، ولكن كان معناها في فتره عيد وفي فتره عطله وفي فتره راحه، كونه هو اللي تجند وخرج الموقف هذايا بالاتفاق مع القيادات نتاع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي. وخاطر زاد القضيه هذه تمس برشا الشبان، وهذه حاجه تمس المجتمع كامل. ابقى احنا نشوفوا كونه تصديق لكلامك، كونه الحاله الاقتصاديه صعيبه، احنا في حرب ضد الارهاب، المشاكل متعدده في البلاد، وباش على اثر المواقف هذه باش نقولوا هذا انتهاك على حقوق الانسان، حكايه فارغه هذه خلينا نعديوه، هذا شنو هذا مثلي، ما هو نعرفوا اللي في المجتمع نتاعنا المثليين ما عندهمش معناها قيمه كبيره وعندهم صوره ايجابيه في المجتمع نتاعنا، احنا نقولوا ندافعوا على كل توت لي مينوريتي، كل اقليات لازم ندافعوا عليها، كل حق تونسي مواطن ندافع عليه في اطار الدستور، عندنا الدستور ما يلزمش يكون عندنا قوانين توا، اول حاجه ساعه نقول كونه ما يلزمش كونه هالفكره هذه كونه عندنا مشاكل اقتصاديه واجتماعيه وامنيه تخلينا نتخلاو ونتنازلوا في تنازلات مجتمعيه. احنا عملنا ثوره في 2011، ثوره الكرامه، ثوره الحريه، ثورة لظروف اقتصادية ولكن زاد حرية والكرامة والحرية، والثورة هذه يلزمها تتواصل، والحاجة الوحيدة اللي وصلنا لها هي بعض الحريات، حرية الإعلام، الحرية وحطيناها في الدستور، حرية الضمير محطوطة، الحرية معناها الحرية الحرمة الجسدية والفصل 23 والفصل 24 تاع الدستور واضح، واضحين زوز في الإطار هذايا، دونك ما نجموش بتعلت كونه فما مشاكل اخرى نتخلاو على القضايا اللي هي نشوفوها جوهريه على خاطر قضايا مجتمعيه في البلاد نتاعنا. تسمح لي في نفس الاطار سي فوزي، يعني لكن يقول لك القائل جميل المقدمه، لكن انت تدرك يعني وانت تشتغل في عالم السياسه ان المسائل يعني ليست بهذه الطيبه المنبسطه هكا تضاريسها، فما تغاغر وفما حكايات، فما يقول القائل اش بكم تسكتوا على تجاوزات في حق السلفيين مثلا؟ وتجعلوا من هذه قضية رأي عام. حزب المسار مثلا، لعلم حزب المسار وغيره من الأحزاب، فما مدون اسمه عبد الفتاح سعيد مثلا الآن موجود في الحبس على خاطر شكك في عملية سوسة، تتناقش عملية تشكيكه من عدمها، لكن هو عبر على رأي. يقول لك هذا من ناحية. رقم اثنين، القضية ما هيش قضية الأقليات، وأنت تدرك ومتابع لتجارب السياسة والمجتمعات كانت مدخل لتفتيت مجتمعات، كانت مدخل لأجندات، ولو كرهتها كلمة أجندات، قضية الأقليات اليوم فيه سفارات مثلا تدعم قضية الحقوق. طبعا أنا ألقي عليك الأسئلة خاصة في المسألة المثلية هذه، علاش هذه قضية بالذات؟ إبراهيم بالله سمحني قبل ما يجيب الأستاذ، حاب نسأل خاطر كي نحكيو عن أقليات، الأخت بحذنا يمينة نحكيو عن كيان ثقافي حضاري عن هوية، قولوا مثلا اليهود عام كأقلية
هما توانسه ولكن اقل يعني عندهم مختلف في مستوى الثقافه. اي لا معناها هما مختلف في مستوى الثقافه. الثقافه الامازيغيه مثلا، الثقافه الكرديه. انت تشكك انه ما يلزمش تعامل مع الاثنين مع القضيه هذه كقضيه مثليين. قضيه اقليه. علاش تعامل معاها كقضيه مثليه؟ الهويه نتاع الثقافه في الاشكال هذا وين موجود؟ ثانيا مساله الثوره وشعارات ثورة ما نحاولوش ندمجوها في قضايا من هذا. الثورة قامت على المبدأ العام للحرية، على المبدأ العام للشغل، على المبدأ العام للكرامة، لكن القضايا نتاع المثلية والحريات الفردية دي والشخصية هذه قضية أخرى. شوف أنا ما قلتش احنا دفعنا وخذينا موقف على الأقليات فقط، قلنا خذينا موقف على مواطن تونسي يتمس في الحريه نتاعو، وقت يتمس مواطن تونسي يتمس تونس كلها، وهذا من منطلق هذا هو اللي قال من منطلق قال لك امام سلفي قال انا استعد لانه انزل من المنبر. احنا سامحني هذا قال استعد، هذا احنا نمشي بالدستور، انا نمشي معك بالدستور. انا عندي حاجه متناقضه مع الدستور، والاشكال شنو؟ الاشكال كون القانون هذا الفصل 230 ولا متناقض مع الدستور، وعندنا عده قوانين اللي هي من معناها في المجال الجزائي وفي برشا مجالات اخرى اللي هي ما عادش متناقضه، اللي هي متناقضه تو ما عادش متماشى مع الدستور. الدستور هذا يضمن الحقوق والحريات، يضمن برشا حريات معناها مهمه في البلاد نتاعنا، والقوانين هذه ما عادش متماشى مع الدستور، ولهذا يلزم فتح. احنا بالمناسبه هذه نمشي معك سي فوزي يا فتح معناها حاجه كبيره كونه وزاره العدل تقوم بشانت كبير في الاصلاحات القوانين غير دستوريه. اما ما تتوقعش ان تقع في الاطار هذا المناظره القانونيه باش تكون صعيبه راهي. علاش؟ خاطر جماعه من غاديك باش يقولوا لك نسيت الفصل الاولاني سي فوزي الشرفي اللي يقول لك راك دوله اللي قعدتوا عليه انتم 100 سنه وتناقشوا كذا في المجلس التاسيسي دينها الاسلام ولغتها العربيه. يقول لك ما تلغيه، فما فصول اذا كانت تناقضت مع دينها الاسلام كيفاه سيدي باش يقول لك لهنا في مساله اللواط يعني المساله هل تقدر ان ماهيش هينه يعني بالطريقه اللي توقعها؟ انا نقول المساله صعيبه، ولكن توا اثر الحادثه هذه والمظلمه هذه واتضح كونه فما قوانين قاعده يحكم بها القضاه توا وهذه مخالفه للدستور، وهذا لازم ناخذ في موقف. ما تنجمش تكون موقف اثر المشكله هذه برك، يلزم نظريه شامله، يلزم تعاطي شامل مع كل القوانين هذه، ويلزم وزاره العدل تقوم بالاصلاحات وتغيير القوانين هذه في اقرب وقت، على خاطر فهم برشا قوانين متناقضه هي والدستور. هذا ايش نقول انا؟ واضح واضح. وباش نرجع لك سي فوزي، خليني نشوف الدكتور نعرف يمين تحب الواحد. لا خاطر دكتور مصطفى حمدون رئيس قسم الطب الشرعي مستشفى شرنيكول. بطبيعه الطب الشرعي عريق في تونس، مدرسة تاع ما نعرفش رغم الإمكانيات، نتوقع مش كيما نتفرجوا في ال تي اف ان هذوك من ليزيكسبير وكذا ما وصلناش لغاديكا، فهمتي؟ صحيح. لكن سي المنصف زميلك في سوسة طلب منها أنه كذا أنه يقوم بالاختبار الطبي ومارس الاختبار الطبي معناها بالشكل الذي طلب منه، شبيها قامت القيامة؟ نتسأل. مع زميلك ولا ضد زميلك؟ جستمون نتسائل أنا. أول حاجة شكرا على الاستضافة، اما قبل ما نجي خممت فهمت ما جيتش بصوره، خاطر تقال برشا حديث على الطب الشرعي. مش اخر شويه على القضيه هذه جست دو سكوند فهمت. من وقت الثوره لتويكا كلمات كثيره على الطب الشرعي، برتو في الفيسبوك في كذا في الجرايد في التلفز الرصاص، اثبت الرصاص الناس باش ماتت باش خطر. لا 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 خلف هذاك، لا 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 تعذيب، مشاكل تعذيب، واللي الطب الشرعي غض النظر وبرر وكذا. نحب اون فوا بور توت درت هنا باش نقولها علنا، راهو هالاتهامات هذه الكل غالطه. كيفاش؟ جو سي دو كوا جو بار. كيفاش؟ فهمت؟ الطب الشرعي عريق في تونس، التعذيب والطب صح فهم... وانه ماتوا في تونس. اسمعني اسمعني الطب انا نقول لك نقول لك نقول لك اما طبيب شرعي انا نجم ناكد لك حتى طبيب شرعي يصحح على حد معذب ويقول مات مو طبيعي. هذه من نوضحوا للعباد انه فما فرق بين طبيب وميتاليست. بتاتر يكون طبيب مش متكون ولا كذا بحسن نية ولا كذا، هذاك حاجة أخرى. يعني دكتور مصطفى حمدون يرفع التحدي يقول ما فيش حتى طبيب شرعي واللي عنده أي قضية يقدمها شانت كبير وهذا أيوة حل عليك. أي لا 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 خطر قدمين على هذا، قدمين على هذا ونعرف شو نقول. واضح أوكي. اسمعني الطب الشرعي في تونس شريف ونأكدوا ذا تو وحتى قبل فهمت، حتى وقت قبل الثورة فهمني النظام القديم راهو
جاءت بعض قضايا لكن الطب الشرعي وقف وقفة حاسمة. فهمت؟ واضح على مسؤولية الكلام. أيوة. واضح واضح. الطب الشرعي اسمعني في قضية الحال باهي وانت تقدر انه المجلس الوطني لعماده الطب مش معقول باش الطب الشرعي يقري ندد واجبات الطبيب واخلاقيات الطبيب ندد المجلس الوطني لعماده الاطباء اعتبر انه الشيء اللي اقدم عليه زميلك في سوسه راهو خارج تو نجيو القضيه هذه عاود نجبدنا الطب الشرعي اونكور اون فوا اوكي باهي انا ما راش حتى مشكل بالنسبه للطبيب الشرعي هذا حسب القضيه هذه كيفاش نحكي على القضيه هذه مانيش باش ندخل في الديتاي التكنيك واحد القضيه مازالت سايره الى غير ذلك يمين بنتك يعني في نجاوبها التوتير هذه تلميتي ما عمش نجاوبها فهمتني جابوا له تسخير تعرف الطب الشرعي كيفاش يعمل كان واحد يجي وحده مش يعدي ما يعديوش لازم يجيب تسخير طلب رسمي قضائي تسخير قضائي قضائي واضح سواء كان جامعة شرطة وحتى إذا كان جامعة شرطة راهو أمر من سيد وكيل الجمهورية معناتها من القضاء واضح دونك الطبيب الشرعي يمس المريض هذايا ويقبلوا إلى ما تجي تسخير دونك الحالة هذه جاء تسخير جابوه الشرطة وجاء المعني بالأمر هذايا فهمني موقوف في حالة إيقاف الشاب مروان شهيرة مروان أيوة في قضية قتل قتل بشر أساسينا فهمت القضية والقاضي يعني قاعد يبحث القضية يعني هي قضية قتل أيوة يعني مش واحد شدوه بطاقة اللواء تتعدى كذا شو نوصفه يعني بالصدفة بالصدفة الطبيب اللي قام بالفحص هذايا هو الطبيب معناتها في نفس قسم الطب الشرعي اللي خسرت فيه تشريح الجثة بتاع المقتول فعلا مجني عليه اوكي بون هذه ديتاي وقت اللي جابوا له الوليد هذايا مش يفحص هو مش وليد معناتها عمره 22 ماجور معناتها راشد يبدو يمينه مش طالبة راشد مش عندنا فيه ماهوش ستوديو يبدو عامل يومي. احنا نعطيك لي ديتاي لي شوز كيفاش صاروا، فهمت حسب ما روالي تلميذي هو اللي في سوسه اللي باش العمليه وقام عليه القيامه واعتبروه استاذ مساعد مجرم حرب نازيه. ايوه فوالا ردوه معناتها كذا. معناتها حسب ما حكى لي قام بالامور كما ينبغي، جاء جابوا له هذا المعني بالامر مسلسل بيسكو في حاله ايقاف سي نورمال يجيبوا فهمني دونك طلب باش ينحيوا له السلسله ما حضرش البوليسيه ما حضروش في الفحص ولقى احترام المعني بالامر هذايا ايوا لا احترامه اول حاجه احنا عندنا برنسيب نحيو اللي منه انت طبيب اخلاقيا ما نجمش نفحص لكن العمليه كانت تقول يمينه راهي تعفي اعطاتك شارت نتاع نسلك عم شوصوا عم شوصوا البحث عم شوصوا البحث لا لا فهمني دونك احتراما بالنسبه لنا انسان هذاك اش عندنا فيه محكوم عليه ولا موقوف ولا عنده اتهامات ولا كذا دونك نحى المنوط دخل البوليسيه يعسوا لبرا فهمتني قاع فحصوا طرف الطبيب هذايا مع زوز دو ريزيدون معناتها مقيمين مقيمين فهمتني و المعني بالامر هذايا موافق على الفحص معناتها اون كان مومون ما قال راني ما نحبش الفحص هذايا ولا ضد الفحص هذايا ولا كذا وكان لما حتى تلميح الطبيب هكا في الديانتولوجيا ولا في القانون هكا تعملوا ان واحد اللي معناها اللي يعمل اي ريزيستانس يتوقفوا العمليه معناتها الديانتولوجي بتاعنا تمنع علينا فحص مريض بالإكراه انسان مريض ولا مش مريض فهمني سواء كان جاي من المحكمه ولا جاي وحده ولا كذا يمنع علينا منعا باتا فحص انسان كونتر سا فولونتي يعني ضد رغبته الشخصيه بالاكراه واضح هذه مش تحط واحد بالقوه باش تفحص هذايا من سبيل المعلومات اللي عندك سي المنصف حمدون السيد لم يتم اكراهه على الفحص فوالا ونحب نقول لك نجم بتاتر انا بكشي زميلي بكشي ترددش شويه المريض اما تعرف خاطر الفحص هذايا طب شو تدخلوا في التقنيات الفحص هذايا فهمتني معناتها يفو ديزابيي لو باسيون معناتها ينزعوا الطبيب ينزعوا هذاك علاش لازم حتى عاد يحضر لمحامي لبوليس حتى فهمتني دونك مش تقول له نحي حوايجك الكليك اذا كان هو مش موافق على الفحص هذايا ممشي يمتنع وهذا يصير لنا كل يوم يوميا نحن نشوف الحالات هذه بتاع اللي يجيونا تاع فيول ولا تبعثونا من المحكمه باش نفحصوهم فما برشا يجي يقول لك لا تفحصنيش ولو جاي من المحكمه ترفض تفضل نجاوب السيد القاضي يقول له يعتذر علينا الفحص المعني بالامر يرفض الفحص تقفم ايوه وهذا يوميا يصير راه مش في الكونسلتاسيون عندنا في شانيكول في اقسام الطب الشرعي الكل يصير يوميا فما برشا حتلقى ضحيه بتاع فيول يعني اغتصاب وتجي ترفض الفحص تقول لك نسلم في القضيه بتاعي ما نعريش راح قلنا اوكي
نكتبوا لكم السيد الخادم قلنا راهي رفضت الفحص ولد ولا طفله، دونك السيد هذاك النجم يرفض والطبيب ايميديتمون يوقف العمليه. معلش واضح المشكل لهنا. ها توجيه خليه يواصل الولاد ومانيش فاهم علاش المشكل هذا ثار كوم سي الطبيب شد السيد هذا. واش نقول لك علاش؟ واش نقول لك علاش؟ خاطر نحس الكفه بدات تميل لك انت ما يلزمش. نقول لك علاش؟ نقول لك علاش؟ هذه له قضيه اغتصاب باش نثبتوه، له قضيه تعرض للعنف باش نثبتوه، معناها باش نثبتوا حاجه انتيم خاصه به ظهر لي ما تجري كان في عالمنا الشرقي هذه. الطب ما يعرفش في فرنسا يعملها الشيء هذا، في الولايات المتحده يعملها، في اوروبا يعملها. نعاود نذكر اللي راهي قضيه قتل، والسيد القاضي قاعد يبحث في قضيه قتل ولقى واحد مشبوه فيه، هو مشبوه فيه واضح. أيه. وعنده علاش اعتمد تليفون لقاه ولا كذا. أوكي. واعترف اللي هو يتعامل اللواط معه. أيوة. القاضي يحب يثبت ريالمون السيد هذا يتعاطى اللواط ولا لا في نطاق قضيه قتل. واضح. دونك يزمو بروف. اذا كان هو اعترف قال انا نتعاطى اللواط، ما يكفيش في الجنائي ولا في الجزائي، ما يكفيش باش انسان يعترف بحاجه، يلزم السيد القاضي يحب دليل مادي. واضح. هو الفحص الطبي احنا. واضح. دونك اون نيدي تكنيسيان. واضح. نطبقوا اوامر، فهمني؟ وقتاش الطبيب ندخلوا تويكا في بصفه عامه، فهمني؟ الجمعيه العالميه للطب وورد ميديكال اسوسيشن، فهمني؟ اعطات دي ديريكتيف ليميتا عالميه. أيوة. تقول مثلا الطبيب يلزم يرفض الفحص اذا كان يرى فما ديسكريميناسيون مع الفحص هذا. مش وصلنا ديسكريميناسيون. جينا السؤال سي با الكا. علاش سوني با الكا؟ ديسكريميناسيون ضد مثلي. شوف وقت اللي جاء قضيه قتل واضح، والطبيب سهل البوليسيه وسهل المعني بالامر وقالوا راه ودخل في قضيه قتل. لكن سيمون صفراه قضيه قتل، لكن السيد تحكم عليه ظهر لي. من بعد اسمعني، من بعد تعمل تقرير الطب الصحي في حاله اخرى، في حاجه اخرى تبقى عليه، تبقى عليه فصل 213 هذاك مشكل قضائي. مشكل قضائي ما يهمش الطبيب الشرعي تماما. واضح. هو وقت اللي جاء دخل الطبيب الشرعي في قضيه قتل. واضح واضح. يمين كنت تسمع في الدكتور امان، خلينا نحطك في الصحن. يعني قال لك هولتوها، عملتوا لها حكايه. الطبيب مارس دوره الطبيعي العادي، السيد حتى وفق تقارير محضر البحث تاع اللي موجود عن باحث البدايه بطلب منه قال اعرضوني على الفحص باش يثبت على الاقل انه ما عندوش علاقه بجريمه القتل. هو اللي فونكسيون تاع الميديسان ما قالش. يا ميلا خلينا نكون معاك واضح، هذه عركه اصطفاف ايديولوجي، عركة المعسكر معين فاهم قضية الأقليات في إطار خلفيته الإيديولوجية نتاع كذا باش يعمل بها المزايدة. كيف ترد على الحكاية هذه؟ تعرف حاجة قالت البلوتوني قاعدين نحكيو فيه احنا توا فما شكون في الحبس راهو هذا اللي ما نحبش نحي مخي، ما نحبش نحي مخ حتى حد. أوكي. حكيت مزايدة، حكيت لا في دون بيرسون اللي هي الي امبورتونت كو نسخيس كو لا في دون سول يونيك بيرسون. المشكلة في القضية هذه سيكو في لونكيت في حد ذاتها الشخص اللي قام بالقتل تشد راهو اونتخ تون، لكن في لي دوماج كولاتيرو اون فادير نتاع لونكيت ايزون ديكوفير اتافير دي اس ام اس اللي هو هوموسيكسيوال، واعترف دابخي اون فيرسيون تعترف تحت الضغط انه الي هوموسيكسويل اي بور لو بروفي يلزم يحاسبوه على ذاك. انا نحب نقول اليوم تو ميزا باغ توت لا ديسكسيون احنا في كومونيكي طلبنا من لوردر دي ميدسان يشوف يتاكد كان صار ان ديباسمون كيل اي اون انكيت بور فوار سيل اي اون ديباسمون. روايه الدكتور اقنعتك فما ديباسمون تسمى ولا هوني دابخي سكو جي اونتوندو معناتها سي با دو 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 ديباسمون ابارونتيير. لكن لو بروبليم تو لو بروبليم ريزيد دون لو فيت احنا شنو اللي طلبنا به؟ طلبنا ان دورين افون سو جور ديكزامان ما يصير كان اون كا داغريسيون ولا كيما ان فيول باغ اكزومبل كان اون كا داغريسيون. جوست حاجه بركه هوني فما كوميم ديسكريميناسيون 230 اللي تصوروا هو فما ديسكريميناسيون مش هو اللي بروبليماتيك فما ديسكريميناسيون على خاطر سي لارتيكل 230 كي ديسكريميناتوار في حد ذاته. لا اي لو بروبليم لا ديسكريميناسيون اي لا المشكله تو ماهوش مشكل ايتيك ولا ماهوش مشكل تاع دينيتي ماهوش مشكل لي زابيل لارتيكل 230 يسمو يتبدل تو لا بوسيبيليتي سكو يلزم. ما عادش برشا وقت عندي نقول لك جوست شنو عاد اليوم ماهيش قضية مثلية جنسية، ماهيش قضية هوية جنسية. اليوم يراو مرا وراجل يحكيو وحدهم في الشارع يمشيو يعديوها على فحص باش يشوفوها اسكي لي فيرج ولا لا كان اللي با ماري على خاطر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ممنوعة. دونك يبوف يوتيليزي ان تيست دو فيرج ان تيست ولا ان اكزامان بور فيريفي لا فيرجينيتي كوم بروف كونتر ايل بور لانكريميني. دونك هذه المشكلة اليوم، المشكلة سي اون هيستوار دو داتانت لا في بريفي انديبوندامون من منفعتها. تو في مورتر جو نو با لانتيغي انه هو قال لك يا اخي عندي علاقه به، سي كوا لانتيغي دو لو فير باسي ان اكزامان انديبوند سي با اون فوت لا ميدسان حط شيء حكيت توا ان بروبليم جوديسيال. واضح يا مينا واضح. سي فوزي الله غالب انت رجل سياسه وجيت مثلا في حزب سياسي هنا باش نشد معاك في السؤال السياسي.
سي فوزي يعني نعاود لك من الاول من القضايا الكل وانت جاوبتني قلت لي لا بالنسبه لينا تهمنا قضيه الحريات، لكن في الحريات شديد كان في حريه المثليه الجنسيه؟ لا مش يعني لا كبيان كبيان الفت الانتباه وكنتوا تقريبا انتم القطب ظهر لي القطب الحديث. نعاود السؤال عليك اللي طرحته على اللي طرحته على يمينه سامح لي سي فوزي، مش مشكله استفاف ايديولوجي هذه نتاع واحد؟ لا لا ما فما حتى استفاف ايديولوجي وما تدخلش تحت الباب هذا، ما فما حتى مزايده. قلت لك اللي حزب المصاري دافع عن الحريات مش من اليوم، من 2011 ومن قبل 2011 كان حركة التجديد تدافع على الحريات وتدافع على كل انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة. هذا ما فيش، هذه مزايدات سياسوية ما ندخلش فيها بالكل. أنا طبيب، أنا زاد طبيب، وأقول لك الكلام اللي قاله سي المنصف مهم، على خاطر الطبيب عنده مجلة الواجبات نتاعو، وفي الفصل 72 73 74 عنده حالات اللي نجم هو يرفض فيها التسخير. ولكن أنا نحب نعرف شنو هو محتوى التسخير اللي تعرض على الطبيب، شنو هو الأسئلة، وكل الجمهورية وقت عطاء التسخير هذا شنو النية نتاعو؟ هل وقع تعنيف جسدي ولا لا جنسي؟ هل وقع شبهات في حالة اغتصاب؟ هذه هي الحالات اللي يقع فيها في العادة التشخيص. أما أنا اللي باش نعمل تشخيص طبي ونعمل تسخير باش نبعث الطبيب الشرعي يقول له بربي شوف لي شنو هي الميولات نتاعو الجنسية، هذا الباب المخطر. هذا اللي يبدو معناها حسب روايه سي مصطفى اللي محصلش، هذا هو الباب المخطر. الباب المخطر كونه نجي وقتها انسان كيف ما قالت الاخت امينه، نجي مرأة نشوف هذه معناها عذراء ولا لا، ونشوفوا هذا مثلي ولا لا، ونشوفوا تدخلوا في حاجات مختلفه. سي فوزي ما عنديش وقت الا غالب نرجع بيك فوزي الشرفي رجل السياسه مش الطبيب. انتم مستعدين تخوضوا المعركه هذه بمسمياتها الحقيقيه؟ حزب المسار يطالب بالغاء الفصل 230 اللي جرب اللواء. خرجناه في البيان بتاعنا، احنا نقولوا الفصل 230 هذا فصل تجاوز الدهر، تجاوز المجتمع، تجاوز الوقت. الفصل هذا من عام 1913، الفصل 230 يضاد 1913، هذا جانا من وقت الحمايه، هذا جانا معناها نتيجه الترجمه، حتى الترجمه باللغه الفرنسويه وباللغه العربيه ما فيهمش فرض الفاظ. الترجمه الفرنسويه فيها السودومي، وفما الترجمه التون معناها العربيه اللي فيها الفيمينين معناها فيها المثليه الجنسيه ما بين معناها الرجال وبين النساء. هو يحرجك اكثر يقول لك انت تنادي بتحريم وبما فيه المجاهره بالشيء هذايا، انك تنادي بالغاء التجريم، المجاهرة. يقول لك اليوم راجل مع راجل في الشارع قاعدين يقبلوا في بعضهم. هل انك انت شيء؟ اظن انا راهو نعرف احيانا الاسئله سطحيه اما فهمونا راهو انا نقول واش يقولوا لنا الكلام هذايا؟ ربك هذاك علي نحب نمشي بكم للتفصيل. في الحالات هذه فماش حاله تلبس، اول حاجه فماش حاله تلبس على ما يبدو. خليني من الحاله هذه نساوها تو سي هذيك طلبنا منها المساله هذه. انت تحب تهزني للمسار المجتمعي ونحب نبدل معناها احنا بالطبيعه نعرف فما ناس قالوا قبل راهو حزب القطب من الاول القطب على 2011 وحزب المسار بعده هو حزب المثليين. لا احنا ندافع على كل القضايا الحقيقيه اللي نشوفوها تمس من حقوق الانسان مهما كانت الحقوق هذه، يا كان اسلامي يا كان مثلي يا كان في معناها في اقليه اخرى مهما كانت. والمهم هذه على غالبك السؤال ديما يقولوا حقك اللي باش تلبس نقاب تدافع عليها؟ لا قلنا النقاب هذايا قلنا في النقاب قلنا لا لا قلنا لا النقاب مش حق. قلنا اذا درس فيها انت واحد اخر يقول لك حريه شخصيه. درس فيها بريفي سامحني في بريطانيا وما داخل في بريطانيا تعتبر حريه شخصيه. علاش انت في المسار ما تعتبروش حريه شخصيه؟ في اطار الحياه الخاصه تعمل اللي تحب. هذا حتى المعاملات الجنسيه في اطار خاص. بتبعد تقول لي انت الناس ماشيين في الشارع ويتعطاوا لهذا، هذا باش يمس اذا مس لورد بيبليك، اذا مس على مورال بيبليك، دار اسباس بيبليك، اذا مس هذا الكل، هذا الكل احنا ضد هذايا بالطبع. وهذا القانون ضد هذا، مش موقف حزب، هذا قانون. احنا نمتثلوا بالقانون، احنا نقولوا بركه كونه فما توا شله من القوانين ما عادش مطابقه للدستور هذا، وتوا حان الوقت كونه معناها اثر القضيه هذه المؤلمه هذه للشاب الصغير هذا، فما برشا قوانين يلزم تقع المراجعه نتاعها والالغاء نتاعها في اطار معناها تطبيق وتنسيق ما بين القوانين الموجوده اللي هي ما عادش مفعوله والدستور نتاعنا. واحنا ماناش مسيبين في كونه الدستور هذا يلزم يطبق والمسار المجتمعي والحقوق المجتمعيه نتاعنا اللي خضنا عليها 2011 واللي خضنا عليها اعتصام باردو واللي عملنا الدستور هذا والدستور هذا اللي وافقوا عليه
200 نائب من مجلس الوطن التأسيسي على 217 باش ما يكونش هذا في إطار التجاوزات أخرى وقضايا اقتصادية وقضايا إرهابية وقضايا إن شاء الله تكون معناها ظرفية نتجاوزوا ونضحيوا بالحريات. كلمة الأخرى في ثواني في ثواني. القانون هذا متناقض مع الدستور دوك احنا لازمنا نلغيوه. وحاجة أخرى التناقض هو أنه يصير أن إكزامان أن أندر لو بيوت دو بروفي البنية الجنسية لكن لجوء الكونسولاج ماهوش مقترح به في القانون التونسي. دكتورة يمينة ماهيش كور جاي. مانيش دكتورة مازلت. كلمة بارك تفضل فرصة باش كفاية باش الاتهامات ضد الطب الشرعي راهو كل اتهامات بطل بربي دكتور هذه فرصة بربي ان شاء الله الناس بيت قاعدة نجيبوا التفاصيل فوالا الناس راهي معناتها تخدم فوالا فهمت واللي الملفات موجودة واضح. خليفة أنت زاد باش تختم ما تكلمتش باش تخدم. طب قضية مطروحة داخل المجتمع يعني مصدر ولا روح التشريع راهو يقرب حساب المجتمع لأن الدستور حمل الأوجه وهو هذا هو الدباء. احنا مازلنا في الدباء في عمقه حتى في أوروبا طرحت القضايا من وجهة نظر مجتمعية ثم انتقلت المؤسسات التشريعية. واضح تبقاو معنا بعد الأخبار باش نفتحوا ملف العركة بين الإيرانيين والسعوديين عركة معقدة ومتشابكة اللي فجرتها مرة أخرى محطة جديدة اللي هي حادث التزاحم اللي راح ضحيته مئات من الحجاج في ميناء. تبقاو معنا بعد الأخبار وشكرا لضيوفي. مرحبا بكم في الجزء الثاني من ناس نسمة اللي كما قلنا لكم باش نحكيو فيهم على العلاقات الإيرانية السعودية. أجواء كبيرة، منطقة كرة الثلج يبدو أنها بدأت راجعة من سوريا مع التطور الدراماتيكي في الأحداث وتأكيد أن نظام بشار أصبح ورقة لا مناص من التعامل معها ويبدو أن ماشيين في اتجاه إجماع دولي لإقرار الحقيقة هذه. في مقابل ذلك غير بعيد على سوريا عن الشام في أرض نجد والحجاز في المملكة العربية السعودية حادث آخر في الحج يذكرنا بحوادث عديدة كانت دوما مثار وكانت دوما مرآة تعكس هذا الصراع المتنامي الخافت طورا والصريح والواضح أطوار أخرى بين المملكة العربية السعودية قائدة ما يسمى بالعالم السني والجمهورية الإسلامية الإيرانية رمز وعنوان ما يسمى الإسلام الشيعي. باش نشوفوا التقرير هذايا حول علاقة أحداث ميناء بالعلاقات الإيرانية السعودية ونرجع للحوار مع ضيفانا اللي أنا فرحان باستقبالهم الأستاذ شاكر الشرفي الكاتب والناشط الشرفي كالعادة الكاتب والناشط السياسي السيد زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي. مرحبا بك زهير. خليفة تراقب أنت حكم في الوسط نشوفوا التقرير ونجي. حج 2015 هو حج الكوارث باستحقاق والبداية كانت بسقوط رافعة حديدية من أعلى سطح الحرم بسبب الأمطار وأسفرت الحادثة على وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة 331 أخرين وبعد بيامات حريق انشب في غرفة بأحد الفنادق في حي العزيزية وإصابة زوز حجاج مع إجلاء 1028 أخرين كلهم من دولة آسيوية. وبعد ساعات تم تسجيل سقوط صخور من أحد الجبال في مكة مما جر عنه انهيار مبنى من 4 طوابق وإصابة شخصين. والحمد لله في كل مرة البعثة التونسية تأكد أنه حجاجنا بخير إلى حين وقوع الكارثة الكبرى وهي حادثة تدافع ميناء اللي أودت بحياة 769 حاج وإصابة 934 أخرين منهم حسب المعلومات الأولية زوز توانسة. والحصيلة الأكبر كانت في إيران مقتل 140 حاج و 344 في عداد المفقودين وهو ما أدى لاندلاع بوادر أزمة بين السعودية وإيران وين طالب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي الخامنئي باعتذار للأمة الإسلامية من حكام السعودية وتحمل المسؤولية وهي اتهامات رد عليها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأنه من الأفضل للإيرانيين الابتعاد عن تسييس المسألة ولازمهم ينتظروا نتائج التحقيقات. ويذكر أنه مش هذه أول مرة يكون الحج محطة من محطات توتر العلاقات بين البلدين وتصاعد الخلافات بيناتهم وإن تذكروا في 1987 مقتل أكثر من 400 حاج إيراني خلال مواجهات بينهم وبين الأمن السعودي على خلفية مسيرة البراءة ضد أمريكا وإسرائيل اللي نظمها الحجاج الإيرانيين. وفي الواقع أنه كل الملاحظين يأكدوا أنه الصراع بين متصدرة الإسلام الشيعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحاضنة الإسلام السني للمملكة العربية السعودية هو صراع نفوذ إقليمي مثلته منطقة الخليج. وكانت واقعة ميناء محطة حاسمة كيفها كيف الحرب في اليمن اللي تستهدف فيها السعودية الحوثيين اللي تعتبرهم يد إيران في اليمن أحد أجزائها الصراع المركب والمتشابك.
سي زهير حمدي. نعم. الحكاية مجرد حادثة، نترحموا على قتلاها ونترحموا على شهدائها ومنهم توانسة، لكن وليت لعبة سياسة كالعادة. السعودية هل عليها أن تعتذر بمثل ما طالب المرشد العام للثورة الإسلامية السيد العالي الخامنئي؟ بدون شك يعني الحادث هو ليس الأول وليس الأخير، يعني السنوات الأخيرة يعني هناك سوء إدارة حقيقية وسوء تنظيم حقيقي معناها لهذا معناها هذه الشعيرة، والضحايا معناها هذا العدد معناها يتزايد من حين إلى آخر، والحال أن الإمكانيات المادية الضخمة التي والموارد التي وفرها الحج يعني تفوق كل التقديرات، أن الحج والعمرة خلال سنة 2015 وفر للسعودية حوالي 18 مليار دولار. هذا الرقم يعني شوفوا معناها بحساب الدينار التونسي تقريبا أكثر من ميزانية تونس، يعني 36 مليار دينار تونسي. هذا الرقم كفيل بأن يجعل يعني من إدارة هذا من هذه الشعيرة على أرقى مستوى وبأعلى درجات الجودة والأمان. أنا نشوف يعني في الهند ثم موسم تاع حج يتنظم كل 12 سنة في منها مدينة من مدن الهند لطائفة السيخ، يأموه تقريبا حوالي 20 مليون بشر في اليوم، ولا توجد تقريبا هو نهر يشقوه ناس يعني عراة، وتعدوا الناس هذولا في الزحام معناها شديد وبامور بسيطه وبدائيه جدا، ولا نسجل معناها هذه الارقام. بلا شك ان الفاجعه معناها كبيره على المسلمين، وربما الطرف الرئيسي الاكبر الذي تضرر وهو ما يدعو معناها الجانب الايراني الى ان يعني يثير كثير من التساؤلات وهو من حقه، ان الجانب الاكبر من هؤلاء الضحايا هم ايرانيين، 20% من الضحايا هم ايرانيين، هذه معناها احصائيات رسميه، فضلا عن معناها ان الضحايا الايرانيين من العيار الثقيل، هم تقريبا مسؤولين كبار في الدولة الإيرانية، منهم سفير لبنان السابق وسفير سفير إيران السابق في لبنان، والسفراء الإيرانيين في لبنان هم منها من نوعية ومن طراز منها خاص، ثم كذلك يعني قيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات تقصد منها مؤامرة العملية نجم تقول يعني أقول ما دفع لا أقول ما زلنا نحلل في أسباب الذي جعل إيران منها ربما تتوتر أكثر في تعاطيها مع هذا الموضوع، منها هم ضحايا مواطنين صحيح إيرانيين، ولكن أساسا هؤلاء هم ليسوا مواطنين عاديين في إيران، هم مسؤولين في الدولة، منهم مسؤولين كبار كما ذكرت لك معناها دبلوماسيين، ومنهم معناها قيادات عسكرية وقيادات من حرس الثورة معناها الإيراني، وهم معناها فئة مقربة جدا من النظام. هذا يعني نحن نقول إلى حد الآن أنه سوء تنظيم وسوء إدارة، وهذه مسألة ملازمة للحج، ولكن هناك تسريبات ومعناها ليس هناك دليل على نفيها أو تأكيدها. أن البارح شفت كثيرا منها من المحطات منها العربية والأجنبية تقول أن هناك أخبار أن القائمة الرسمية في الوفد الإيراني موجودة لدى إسرائيل يعني قبل انطلاق منها موسم الحج، الذين حصلوا على التأشيرات تمت منها تسريب هذه القائمة إلى الإسرائيليين، وهذا يعني السلطة السعودية متواطئة مع هذه نقطة استفهام يثيرها الجانب الإيراني، ولا ليس بالضرورة أن يتبناها هذا الطرف أو ذاك، لكن هذه تساؤلات. ولكن في نهاية المطاف ماذا نقول؟ نقول أن الإيرانيين طلبوا إجراء تحقيق منها دولي وتحت رعاية إسلامية حتى تزيل السعودية الشبهات منها وتجري هذه العملية في نطاق يعني الشفافية التامة، وهذا أعتقد طلب منها معقول إلى حد الآن، من حق دولة تأذت وتضرر ضحاياها يعني في هذه المناسبة أن يطلبوا منها تحقيق منها دولي، وإن كان للسعودية يعني هذا منها هذه الدرجة من الشفافية ومن الوضوح، فأعتقد أنه ليس هناك إشكال من أن تقبل معناها لجنة إسلامية لتقصي الحقيقة وللتحقيق في هذا الحادث، ويزال معناها كل لبس او كل معناها اشكال. شاكر الشرفي، سمعت كذا لصابع الاتهام وجه المملكه العربيه السعوديه، ان لم يكن بالاهمال فكما سمعت بالاستهداف هكا بشكل مباشر، وهذا حديث يجري بين السطور وفي الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل اعتقد ان المملكه السعوديه عملت وتعمل على انجاح الموسم موسم الحج في مساحة ضيقة، أكثر من مليوني حاج مهما كانت الاستعدادات، وهذا كل سنة يقع خاصة في ميناء في رمي الجمرات يقع ازدحام، وشيء طبيعي شيء طبيعي مهما فعلت ومهما استعدت المملكة
ففي موسم فيه أكثر من مليوني حاج، لأن الزملائين هذوما مسجلين أكثر في مساحة صغيرة، بشيقة الزحام شيء طبيعي وعادي، وبشتاقع إخلالات، وهذا شيء طبيعي وعادي جدا، لأنك ماكش تنظم في أنت في مباراة كرة قدم فيها 60,000 أو 100,000 متفرج، وتقع وحضور أمني كثيف، وما يقعش الضبط التام. قالك 10 مليون هندوسي في 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 ما يصير بلا حوادث، مروا على نجم مروا حتى مليار على نهر. لا ما يجيش. لا سامحني سامحني، حركة الحج إذا كان سي زهير، حركة الحج الحركة النزول من عرفات ثم في مساحة صغيرة في شعب كامل تنقلك 3 مليون راه في نفس اللحظة، هذا راهو أكيد مهما كان ما ثماش مهما كان. لكن بالصدفة 140 إيراني حارب في اليمن على مسألتين. المسألة الأولى أنه مهما ضبط باش تقع إخلالاته، وهذا شيء طبيعي وهذا كل عام تقع. الحاجة الثانية كونه حجاجنا مفروض يتلقاو تكوين قبل موسم الحج، وهذا تعمل فيه ماليزيا الحاج لابد أن قبل ذهاب الحج أن تكون يتحصل على شهادة، وكعليش الماليزيين منظمين يتحصل على شهادة في أنه يؤدي الحج بمفرده مش حتى برفقة. احنا في تونس مثلا بعد الثورة وقت عملوا المجسم نتاع الكعبة، معناتها حتى الإعلام ساهم في تشويه صورة الصورة العملية هذه. ثم أكثر من 90% من حجاج تونس عمارهم معناتها فوق 60، يعني أكثر من 70 سنة، وبالتالي الإيرانيين صغار في السن. رجع لي الحكايه هذه يا شيخ، خليكم الله يخليك ما تقصش علي. إيران خطابها الإعلامي هذايا خطابه حاجه موجه للداخل لإخماد الحراك اللي وقع في إيران، شيء طبيعي لأنه ماتولها أكثر الضحايا هم إيرانيين، هذا شيء طبيعي باش إيران يقع معناتها تستفز، شيء طبيعي. وأيضا الخطير أنها وظفت الحادثه دي سياسيا، مع أن المملكة كانت أكثر هدوءا ونضجا، لأنه في مسألة الرافعة المملكة حقت وحملت المسؤولية للشركة، كانت تنجم وتوظفت سياسيا، لأنه الأحداث اللي وقعت السنة في إطار ما يقع من حروب، معناتها كانت تنجم وتوظفوا السعودية حريق ثم الرافعة ثم الحادث، كانت تنجم توظف لأنه هذه أحداث مش معزولة، ونعرف قدرة إيران المملكة منذ 79 على التآمر على الأمة، هذا نعرفه معناتها. ما أنت تو ترمي في الإيرانيين، أنا السعودية ما اتهمتش إيران، يعني الخمينة ينحل بالونات بتاع الرافعة باش تاهت. لا مش انت يكون طرف محايدي، خلنا بشكل لا محايد، ما يلزمني ناخذ انت ما تتكلم زهير ما جاوبتوش، انا من قبيله نتكلم وانت ترد علي. تفضل تفضل، كان تحب تنتصر الايرانيين خليك تنتصر يا اخوي. تفضل ما معناتها ماكش اكثر انت معناتها ولا للايران تاريخيا مني. واضح. تفضل الله يخليك. دونك انا لا اتهم السعوديه، ما اتهمتش، ولذلك ايران مع اتهامها بالتقصير ودعوة والمرشد، خاصة نجيب المرشد ومن روحاني، دعوة إلى إشراف منظمة المؤتمر الإسلامي على هذه دعوة، حتى احنا ندعو أهل السنة ندعو باعتبار الأماكن المقدسة للشيعة في كربلاء وفي القم، دعوة إلى أن نشارك الشيعة في إدارة المراقد وفي إدارة مواسم الحج الشيعية. هذه دعوة ما هيش دعوة، هذه تسييس، هي دعوة للتحقيق يا شيخ. هذا تسييس، لحظة خلينا نكمل، صدور دعوة إيرانية بإشراف إسلامي على موسم الحج، يتدخل فيه مبالغ ما 300 ولا 200 في موسم حج، شو المشكلة؟ لدرجة هذه النفس البشرية ما عادش عندها قيمة؟ لا عاد نقول لك عليه، شو مبالغ ما 300 مش هذا الموضوع، لا، لأنه أول من أثار الموضوع هي إحدى الجرائد الشيعية اللي أثارت مش حقيقة وتبناتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية أنه أمير كان مار وعطل الحركة. شيخ ربي خلينا نمشي لك القلب، لا قلب موضوع، لأني عندي وقت، لا عندي وقت، كمهم عندي وقت من بكري نسمع فيك تحكي يعني على الاستقطاب هذايا سني شيعي، العركة سنة شيعة تمن بها شاكر الشرفي؟ لا إذا لا يعني تمن بها، يعني تعتبر اليوم فما تحدي علينا نحلوه، العركة بين العالم السني والعالم الشيعي؟ لا أنا لا أؤمن بذلك، ولكن إيران توظف ذلك، أنا لا أؤمن
السعوديه لا السعوديه لا السعوديه بدرجه اقل. خلينا نكلمك عاد يعني اللي حاصل في اليمن السعوديين وقصفهم لليمنيين وكذا تعتبروا السعوديه تدخلت اذا كانت تحب نشل المحور اليمن في بيجز. شو علاقه ايران باليمن الساعه؟ وين مصالحها الاستراتيجيه اللي تحكي عليها بدءا؟ الحوثيين 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 تعرف شكون الحوثيين سيادتك؟ الحوثيين هم معناتها التيار الزيدي قلة زيدية لا ليست شيعية لا شيعي زيدي من نيجيريا تو كان تعرف الحوثيين هذا اختصاصي ايه؟ الحوثيين هم تيار زيدي اقرب الى السنة يمن بالامامة لا يؤمنوا اقرب لايران والسعودية اقرب الى مش السعودية دعك من السعودية اقرب لايران والسعودية الى اهل السنة خليني هذه في تأويلك انت شنو في تأويلك انت يا شيخ تحب تحكي لي على مسألة فقهية يا ودي مانيش وقته مسألة فقهية العالم الكل يعرف العركة في اليمن الحوثيين تراب الايران يا شاكر يا شاكر يا هديك الناس الكل تعرف المعركة في اليمن بغير تعقيدات اللي هي فرقة زيدية عندها كذا قريبة للسنة وكذا اليمن العركة السعوديين يضربوا السعوديين يضربوا في الحوثيين لارتباطاتهم بإيران الشيعية وكهو ببساطة لا شيء سي زهير سمعت قالك سي شاكر احنا ما نحبوش يعني نسطحوا الأمور لهذه الدرجة احنا توا نناقشوا في حادثة ومعناها خلفياتها وتداعياتها وارتداداتها معناها السياسية هذا معناها حالة موجودة ولكن إذا نناقشوا يعني التوظيف ومحاولات معناها التفسيرات معناها الطائفية لما يحصل اليوم في المنطقة هذا موضوع آخر احنا نقولوا أن السعوديين هم من دعم الشاه إيران وهو شيعي وإيران كانت شيعية ما تبددش أعتقد وكانت حليفة ليه لأن حليفة الأمريكان إذن قضية صراع سياسي وليس صراع طائف اثنين الزيدية حتى احنا نفهموا فيها بشوية الزيدية في اليمن هم من قاتلوا جمال عبد الناصر وهم من مولهم الملك معناها فيصل الملك سعود في الستينات لأن الإمام ينتمي إلى تلك الطائفة واليوم تحولوا إلى أعداء للمملكة العربية السعودية لماذا؟ إذن القضية معناها ليست قضية طائفية هي أنا قضية سياسية خيارات سياسية بين وصراعات إقليمية في المنطقة يراد أن توظف معناها الطائفين وأن تشحن هذه الشعوب معناها على أساس طائفي أن الصراع بين الشيعة والسنة نحن هذا لا يعنينا الذي يعنينا هو أن اليوم حصلت حادثة هناك لا محالة مهما كانت يعني درجة الاستعداد من السعودية فأن هناك تقصير بشهادة كل هذا العدد الكبير من الضحايا في ظرف يعني 10 أيام لا ينبغي أن نقول وأن نعترف أن هناك إخلالات كبيرة وأن هناك سوء تنظيم وسوء إدارة لموسم الحج لا نقول السماء تزقزق منها السماء صافية والعصافير تزقزق وهذا يحصل بشكل عام كل موسم أن القضية هناك تقصير وهناك إخلالات والطلب الإيراني كأي دولة تحترم نفسها طلبت من السعودية أن تتولى معناها لجنة مستقلة التحقيق في هذه المسألة وأعتقد هذه مسألة لا ينبغي أن نرجعها إلى معناها مسائل طائفية أو معناها تداعيات طائفية واضح خليفة في مستوى الحادثة سوء التنظيم والإدارة هذا وارد والخطأ البشري وارد خاصة في محفل الحج يعني نسبة مئات الألوف حاضرة ومش كل الوفود منظمة وتعرف الحج وتعرف ثناياه إضافة إلى أنه تعرف مكة مرت في مرحلة فهد بإعادة معناها تهيئتها للموسم هذا يمكن الآن بعد هذه السنوات أكثر من 20 سنة يمكن في حاجة إلى التجويد في هذا الاتجاه ولكن المعركة موجودة سياسية ثم معركة ريادة في المنطقة الثورة الإيرانية منذ الخميني طرح فكرة تحييد مكة عن الإدارة السعودية يعني طرح الفكرة هذه كم موجودة في المسيحية في الفاتيكان يقول لك احنا وكانوا يتبناوها حتى بعض الدول العربية في فترة معينة يقول لك خراج مكة من السلطة السعودية باعتبارها مركز للعالم الإسلامي وبالتالي تسييرها وإدارتها وشأنها يلزم يخرج من المملكة العربية السعودية هذا الأقصى كعلاج دوما تعود يعني ثم معركة ريادة بين الهلال الشيعي والهلال السني تقليدين الهلال السني السعودية مهيمنة على الهلال السني وعندها تأثيرها ونفوذها على الدول سواء كانت أنظمة أو الجماعات الإسلامية وقت اللي ظهرت الثورة الإيرانية خاصة بنهاية نظام صدام حسين أصبح المجال مفتوح يعني أصبح المجال مفتوح للعب الورقة الإيرانية ونفوذها وكسبت كثيرا يعني النظام الإيراني أو ما يسمى بالثورة الإيرانية واللي عنده امتدادات في المنطقة العربية إلى غاية المغرب العربي عنده ولاءات سياسية حتى من أحزاب ما عندهاش نفس ديني خاصة لعبوا الورقة متاع المقاومة اللبنانية
وأثرت ياسر في الجماهير العربية، وأصبحت كان هي تمثل الخطاب الثوري فترة معينة، والخطاب السعودي أصبح رمز من رموز الرجعية العربية في الذهنية العربية. استغلت هذا في المنطقة مع التداعيات الموجودة الآن فيما يعرف بالربيع العربي، تقريب القوة الإقليمية الوحيدة اللي ولت مسيطرة هي إيران. نحيي أكثر مع شاكر. شاكر، ما تحسش اللي فما ارتباك سعودي في مواجهة يعني تقدم إيراني يحتفي؟ صحيح فما مأساة إنسانية، ولكن المسألة لعبة سياسة ورق سياسة. اليوم الإيرانيين يحتفيوا بنصر، يحقوه يعني النصر تلو النصر، من الاتفاق النووي إلى الموقف على الأرض في سوريا. ما تنساش المملكة العربية السعودية أكثر وحدة كانت مع خيار تسليح المعارضة السورية، وكانت تراهن يعني حطت كل بيضها في سلة إسقاط نظام بشار. اليوم العالم الكل، وعلى خلاف اللي كنت تقولوا انت في البلاصه هذيك، انه بشار ساعاته الاخيره جات، والربع ساعه الاخيره تبين انه بالعكس الرجل يبدو انه سيبدا من جديد ساعات جديده في حكمه، باعتبار العالم كل اقر له اتفاق العالم كل العالم كل اقر له روس. العالم الكل اقر له انه سيكون جزء من الحل. اي اسرائيلي، اي ايراني، امريكي، روسي. باهي، تحب يعني سيد شاكر اخر سؤال باش نعطيك الكلمه، يعني انت تحب تقنع الناس انه اتفاق لا لا مش هكا، انه اتفاق امريكي ايراني روسي اسرائيلي والمملكه العربيه السعوديه شوف ضده. شوف يا بلهان، كلمه السر بعد الحرب الحرب العراقيه الايرانيه في منطقتنا العربيه المنكوبه هي ايران امريكا، وما تحققه إيران، رغم أن الآن إيران أكثر دولة مكروهة في العالم العربي والإسلامي إلا إيران، هي إيران. وتراجع مش إسرائيل، لا سامحني سامحني لا لا سامحني، احنا الآن ما تحطنيش في الثنائية، لا لا ما تحطنيش في الثنائية ذي. إيران إسرائيل، إيران 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 السعودية، علاش سمحني إيران ما تحطنيش، علاش لكن نحب نتكلم منطق آخر. إسرائيل كيان غاصب واضح المعالم، هكا ما نجم يعمل اغتصب الأرض نتاعنا ويقتل في شعبنا ويحاصر، هذاك دوره إيران؟ ما تقوم به إيران هو ما عجزت عنه إسرائيل. تحب نكلمك هكا كيفاه؟ تدمير الدول المجاورة القوية العربية، نقولها العربية المجاورة لإسرائيل، تدميرها كانت مهمة إيرانية. سوريا؟ العراق سوريا؟ وسوريا سوريا؟ إيران هي اللي دمرت سوريا؟ العراق وسوريا بدأت إيران بالعراق دمرت سوريا؟ بدأت بالعراق. أول رئيس دولة، أول دولة معتها صواريخها وصلت إلى تل أبيب هي العراق. العراق اليوم محكومه، مش محكومه، محتله. لحظه خلينا نكمل، لا نكمل عايش، ما تقص علي تدمير العراق، لا تقص علي الفكره، لا لا تقص علي الفكره ومن بعد تعطيها رد علي كما تحب. رد علي الان، العراق هذه حقيقه، مش خيال، نقول في خيالات. العراق محتل من ايران، هذه حقيقه، ما نجم حتى واحد ينكرها. سوريا الآن دمرت بفعل إيران. هكا؟ نعم سيدي. داعش هكا هي داعش يقاتلوا من كل مكان، يعني داعش صدتهم صدتهم. كان تحب تحكي على داعش، دخلت بعد أن تسلحت الثورة وسلحت حزب الله. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل حزب الله في لبنان؟ حزب الله يد إيران. إي يد إيران، إيش قاعد يعمل؟ حزب الله إيش قاعد يعمل؟ قاعد يدمر، قاعد يدمر. حزب الله إيش قاعد يدمر؟ حزب الله، هل حزب الله يدمر؟ أنت لا لا شوف، مسألش أنت بديت، أنت بديت الحب لا أعرف روحاتك، أنت بديت بمقاربة، قلت أن إيران اليوم هي الدولة اللي أكثر نفوذ، وهي الدولة اللي عندها حظ أكثر، وهي صاحبة الشأن. الانتصارات اللي قاعدة محققتها وانتصارات طبعا. هي تدمير العراق كان مهمة إيرانية سعودية، لا مهمة إيرانية مدخل سعودية، كانت مهمة إيرانية أمريكية، نظام صدام حسين وفرت الأموال مستشار والقواعد مستشار خاتم العدوان، مستشار خاتم قال لولا إيران العدوان على العراق، لولا إيران لما دخلت أمريكا السعودية والقمة العربية لما سقط نظام صدام حسين. العدوان على العراق من انطلق من الاراضي الايرانيه، المخت انت تحط لي تو في السعوديه، وحتى يا دي انا ما جيت شوني باش ندافع ونمثل السعوديه، لا مش دافع السعوديه، احنا نحلل ما تعليش تدخلي في السعوديه، نحن نتحدث عن النظام الايراني. لا هو يرد عليك يقول لك انه العدوان على العراق ما انطلقش من ايران، انطلق من السعوديه، انا السعوديه تو ندافع عليها، قلنا زوج قوى اقليمية، نقول لك السعوديه خلي واصل فكرته بجاز يا سي شيخ، هي ارحم علينا من ايران، لان ايران ما يقع من دمار اليوم في المنطقه في اليمن وسوريا والعراق وبعض الدول هياتي دورها، فهمت؟ كله ايران الا من خلال ايران،
واضح. إيران رفعت ما بين ظفرين، رفعت مفردات فلسطين والممانعة لنصل في الأخير إلى الحفاظ على المصالح الاستراتيجية الإيرانية. مش تحب تعمل ما لا تسلم في مصالحها تقعد مصالحكم وليس على فلسطين. يلا شيخ. لأنه في المفاوضات الإيرانية حول المشروع النووي كان مفروض إيران أن تضع ورقة فلسطين على طاولة المفاوضات، وهنا أسأل أين فلسطين في المفاوضات؟ واضح شيك، واضح. خلينا نكون واضحين لهنا، راي مش عركة بين يا خليفة بشيشي يظنوا أنك شيعي وهو سني. لا عندنا حتى عركة طائفية، نحكي سياسة، نحكي سياسة وكل وضوح، نحكي سياسة زهير. ماذا بين الغدر والمربع معناها والحمى الطائفية، لأن القضية السياسية بامتياز. وإحنا لابد أن نسأل السؤال التالي، كل واحد من هؤلاء وين يتموقع؟ السعودية وين تموقع، وإيران وين تموقع من الصراع الحاصل اليوم في المنطقة؟ هذا هو السؤال. وكل واحد شنو وظيفته؟ ونحكم وقتها مدى معناها انحياز هذا النظام أو ذاك إلى القضايا الجوهرية الأصلية للأمة العربية. هذا هو معناها مفصل القضية في اعتقادي، ليس معناها قفز هنا وهناك، وليس معناها ادعاء معناها السؤال على الطائر. يعني كعروبي تعتبر ان ايران تنتصر لقضايا العروبي؟ خلينا نناقشوا نحن تو، نحن نقدم لك سؤال على الطائر كبير ان شاء الله يكون المستميت على نظام معناها يعيش خارج التاريخ. هو النظام السعودي الذي اعتقد انه يعيش حتى قبل فتره ما قبل الجاهليه، في الدفاع عليه شكل اليوم ما حسيتش بروحك يستطيع ان يدافع عن النظام مثل النظام السعودي الذي سخر كل ثروات الأمة وكل إمكانياته وكل طاقاته منذ 60 عام على التآمر على كل القضايا العربية، بدءا من سنة 52 مع الثورة المصرية، وصولا إلى معناها القضية الفلسطينية طيلة معناها انطلاقتها من 65 إلى 67 إلى 68 إلى غزو لبنان، وهو الذي ركع المقاومة الفلسطينية في لبنان، وهو الذي أيضا صفى الوجود الفلسطيني في لبنان، وهو الذي أنشأ اتفاق الطائف، وهو الذي جعل لبنان يعيش معناها بتلك العصابات المافيوزية التي تحكم الدولة اللبنانية اليوم، وغيره معناها من القضايا التي لا تحصى ولا تعد. هذا موضوع معناها ما نقشوش. لكن اليوم على الأرض هناك مشروعين رئيسيين، هناك مشروع إذا كان هذا ماكش تشوف فيه، هذه مشكلة أخرى. مشروع فيه سوريا تدافع مهما كان الموقف من النظام، تدافع عن الوجود الوطني للدولة السورية ضد عصابات أنا تكفيرية وضد عصابات مجرمة، يعني نظام مولت يرمي بشعر مولت خليك من اللغة دي نتاع البراميل المتفجرة، نظام تسمع هذا اليوقع، خليك من اللغة دي نتاع البراميل المتفجرة بالله يا زهير، عنده ذخيرة، عنده ما يستحقش براميل المتفجرة، يعني نظام أرضه محتلة من الكلام. اسمعني يعني يا غريب، سيبك من الحكاية الأسدين سيبك في تاريخ، اسمعني شوف كي نحكي معاك كلمة بحسيرة وسيبك وكذا خاطر تو نقول لك سيبك، اسمعني يا زهير اسمعني عاد خلينا نكمل الأسدين شاملوا في القضية الفلسطينية، ما قطعتكش في عيشك لا سد دول ولا سد ثاني. اسمعني، بالنسبة اليوم في المنطقة هناك مشروع ل تفتيت سوريا وتدميرها على غرار ما حصل في العراق وما حصل في ليبيا، هذا هو المخطط، ليس فيه أي نقاش. أداته الرئيسية هي التخطيط الصهيوني الأمريكي، التمويل الخليجي، والذين ينفذون والأداء الإيراني الأتراك والأردنيين و والدواعش الذين يمولون، يعني إيران بريئة من الإيرانيين والروس من والسوريين يقاتلون جنب إلى جنب، إيران بريئة في العراق والتي تحتل العراق، ما تقاطعنيش مانيش ندافع على إيران، كان باش نسألك سؤال جاوبني يا أخي، احنا نحلوا دعك من سوريا، اسمعني نبدا بالعراق، خليني أعيش نبدا بالعراق، خليني أعيش، يعني غريبة والله غريبة، الإخوة القوميين والله الإخوة القوميين يدافعون عن النظام الإيراني الذي دمر العراق. الكلمة الأخرى، الكلمة الأخرى، احنا اليوم كل واحد نقدروه ونحكموا عليه يعني انطلاقا من تموقع الحقيقي في هذه المعركة. انت ما هو موقفك من الذي يحصل اليوم في سوريا؟ اذا كنت تعتقد ان الذي يحصل اليوم في سوريا هو حركة تحرر منها من اجل الحرية وضد استبداد بشار الاسد، ما عادش ناقشك. اذا تقول لي انها مؤامرة تستهدف الكيان الوطني السوري، توا نبنوا على هذا، إذا بنينا على هذا، من الذي يقاتل على الأرض؟ تقاتل السعودية؟ من الذي يقاتل الجيش السوري؟ من الذي يدعم الجيش السوري؟ نعلمك أن الأردنيين هم يقودون غرفة عمليات في عمان،
هذه الغرفة فيها 14 جهاز استخبارات عربي بتمويل من؟ بتمويل سعودي بتمويل قطر. حزب الله ايش يعمل؟ كذلك حزب الله يقاتل مع حليفه سوري. حزب الله حزب الله يعني ايش يعمل؟ يا صديقي اسمعني ترى انا الاتراك الكلام هذا غرف وكذا وكانت واضحة. الاتراك هم الذين يقودون معناها المعارك في الشمال بانفسهم. التمويل كذلك قطري والتمويل السعودي. استأذن منك الذي وقف مع النظام السوري هم الروس والصينيين والايرانيين مهما كان خلافاتنا. أن للإيرانيين مصالح وللإيرانيين أطماع ولكنهم في مرحلة ما تعترف للإيرانيين أطماع عادي عادي كل ما عندهم مصالح شاكر الشرفي مرحبا بك سعدنا باستضافتك سي زوير حمدي من عام التيار الشعبي سي خليفة بن سالم الله غالب اللي يمشي مع شاكر حرمت علينا مشي الإيران عايش خويا اللي سي زهير خليفة عام الجاي فيزا للحج ذا اللي صعيب شوية ساعات سفير ذا اللي قايد صاحب انت وتدخله واللي حاجته فيزا ذا اللي مضمر بتيتا سي شاكر يدخل لنا حتى الزهير كان حبيت ندخلك يعيش على كل سعيد حبيب يدخلك في حج معك يعيش 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 يا سيدي سعدنا باستضافتكم الى ان نلقاكم في حلقة جديدة من ناس نسمة هذا برهان بسيس يحييكم والى اللقاء